استاذنا يعني حبيبي حضرتك، ومبروك ومبروك مبروك كل حاجه، وتستاهل اكتر من كده الاف المرات استاذ. لا ده احنا ما بنعوز اي حاجه، ده هو المرجع بالنسبه لنا. وبعدين في ثواني يعني نبعت على التليفون الحاجه على التليفون، فالمرجع بالنسبه لنا صار ثروه قوميه يعني والله هرم من اهرامات مصر. ربنا يديك الصحه والف الف مبروك. ونفسي وما بجري ان ياخدوا نسخه في اسكندريه، مكتب اسكندريه تبقى موجوده للتاريخ. دكتور احمد زايد ان شاء الله، واوعدك اكلمه النهارده كمان والله باذن الله. والف مبروك. انا كله بيك انت عارف والله اكلمه النهارده. حاضر استاذ عظيم، ربنا يخليك ومشرفنا في حاجات كتير قوي والله. انا اتشرفت بيك النهارده. شكرا.